بتفل بس قلبك معي بيضل بتمل منه بس أنا ما بمل وبضل حبك بالقلب بيضل وبتضل أنت بقلبي غير الكل. نحن داخلين على استحقاق رئاسة، ماذا تقول عنه وهل خائف من الفراغ؟ في فراغ، ما راح يصير في رئيس أول الدورة، حيصير في رئيس إن شاء الله قبل رأس السنة، بس ما بعتقد هلأ لما يدعي رئيس المجلس لانتخاب رئيس إنه سيتم انتخاب رئيس، لأنه بتشوف الصورة قدامك مكركبة بعدها، فأنا بعتقد إنه ما راح يصير في رئيس. ماذا تحمل الرئيس الجديد؟ مهم أول شيء إنه الرئيس يكون طالع بإيده، بس هو موضوع حقوق الإنسان، حقوق المواطن هذا اللي بحمله إياه، والعدل، بلد ما فيها عدل عمره ما بيكون بلد. العدل، العدل ثم العدل، لما بيبنوا عدل بلبنان ما تخاف على البلد. بالزمانات وينستون تشرشل بعد الحرب العالمية قالوا له البلد مدمر، قالوا له العدل كيف؟ قالوا له تمام، قالوا ما تخافوا عشي. من هو مرشحك لرئاسة الجمهورية؟ في أسماء معينة بس مش من المطروحين علنا، مش من المطروحين علنا، يعني أنا بقول شخصيات قانونية لازم تكون، شخصيات مش منتمية إلى أي طرف، هذا مرشح لرئيس مستفز لطرف آخر. بالضبط، مش تابعة لا 8 أدار ولا 14 أدار، لازم الرئيس اللي بده يجي يكون قريب من كل هو اللي يقدر يعمل حوار. أكيد بالدرجة الأولى بحب وطنه مش دينه، بحب الوطن ويقدر يفتح حوار، لأنه لبنان بلا حوار وبالعناد ولا يمكن رئيس ينجح فيه. على طول دايب حنين، يا ترى اللي نسيني فين وحياة اللي بينا زمان أنا روحي فيه. وعن المهام التي ينوي القيام بها بصفته سفيراً لدى الأمم المتحدة قال راغب علامة: بعتقد أنه أول رسالة لازم نقدمها هي الحوار بين الأديان، لأن الحروب التي تقام باسم الأديان هي عم بتشيل حقوق الإنسان بمجال أو بآخر بطريقة أو بأخرى، عم بتخلق هالهوة وهالبعد بين الإنسان وخيو الإنسان بعنوان مذهبي أو عنوان طائفي. هلأ نحن أنا هيدي مثلا هيدي قدام عيني أني بدي أشتغل بموضوع الحوار بين الأديان والتقارب بين الناس، وفي كتير يعني المواطن اليوم يعاني ما يعانيه يعني بكل المجالات، يعني أكتر شيء بيعانيه من دولته، يعني قديش فينا نحن نقدر نساعد ونعمل بلان مع المفوضية الدولية لحقوق الإنسان. بحب كتير أنه واقف قدام المساجين المظالم، لأنه هيدي أصعب شيء بالحياة أنه سجين المظلوم ما في حدا يدافع عنه، يعني رايحة هيك يا ما ناس عيال تفككت بسبب ظلم أحد لآخر. أنا هذه مثلا رسالة كتير بحب أحملها.